حيازتي 5 أطفال مطلوب قدامهم 5 مليون جنيه. هوبا بيتك وبيت فلوس. فريدة اتخطفت. أمك اتخطفت. هما خطفوك أنت كمان؟ اتخطفت يا بيه. ماما ولا شادي اللي اتخطفوا؟ الاثنين. يا جماعة هي إيه المهزلة دي؟ أمال الولاد فين؟ فخلاص بقى. بلغت البوليس؟ لا لا ما خطفوناش، إحنا اللي جينا ورا الأولاد لما كلمونا. تديهم على دماغهم. الست دي شكلها هتودينا في داهية. أعز الولد يعرض الآن على شاهد VIP. اشترك الآن.